ممكن تحكي لي كيف تعرفت على مشروع كلينيك اكسبيرت لزراعه الشعر؟ تواصلت كلينيك اكسبيرت لزراعه الشعر عبر فيسبوك، اتصلت بهم واخذت المعلومات من عندهم، قالوا يشرحوا لي الطريقه العمليه وكاش تجرى الامور وكل شيء، كنت تشجعت باش نمشي ان شاء الله. كيف كان التعامل معك بشكل عام؟ الحمد لله كل شيء مزيان، المعامله مزيانه من ناحيه كل شيء مضبوط معهم من ناحيه الساعه والمعامله وكل شيء في افضل مكان. سيد سعيد، شو تقييمك لمشروع كلينيك اكسبيرت؟ كلينيك فرانشمون ما عنده مستوى عالي في المعامله والخدمه ديالها، حتى هي زعما نتمنى الناس اخرين تجي تعمل الزراعه ان شاء الله هنا في اسطنبول. شكرا لك سيد سعيد. ما كنت مشكله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، بارك الله فيك.